بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا حبوباتي من دار جديد مع فيديوهات عصائر. سبق لينا ودرنا عصير الشمندر اللي هو البيتخاف النيم مع التفاح. اليوم جبت لكم عصير ثاني اللي هو مع القرع والجزر. نروحوا ديريكتوم للمكونات اللي هي كالتالي: القرع الاحمر كابويا كما يقولوا عليها بعض المناطق، الجزر اللي هي بعض المناطق يقولوا لها السناريه، نص كاس سكر، عصير ليمونه ونص، ما وهنا عندي ياغورت ذوق خوخ، وعندي مشماش. اللي حب يدير ذوقين نفسهم اللهم بارك، اللي حب يدير واحد فيهم يخرج لنا ما شاء الله ذوق رائع، منه ذوق منه معطر. انا دوك نستعمل نص نص. نبداو مع طريقه التحضير. الان ناخذ هنا نكسخوا الكسرونه، نحط فيها الجزر لانه ياخذ شويه في طياب باراكور القرع، نحطو يطيب شويه غير نشوفو دخلو الطياب، نحط القرع ديالنا ونتلاقاو من بعد. نحط الماء قبل هايليك كميه اللي غطات لي الجزر، نحطها على النار ونتلاقاو. انا كنت شوفو الزروديه تاعنا طابت، ندير الكورشه القرع الاحمر يطيب، نعاود نوريكم. الان راكم تشوفوا القرع ديالنا اوطاب كومبليتوم، دوك ندوه نديروه في البول تاع البلندر. هنا ناخذوا الاخر القرع ديالنا والجزر نحطوه في البول. القرع معروف لي فيرتو ديالو تاع المناعه، يعاون جهاز المناعه. نحط السكر، جو تاع القارص، قلنا ناخد نص كمية تاع خوخ، ها باش معنتها ما يعادل علبة برك، والمشمش. صافيك أنا راني خلطت بين الذوقين. الان نزيد له الماء كميه ونبدا بالخلط، نتلاقاو من بعد باسكو باش ما نيفيتيو الحس. هنا هاو ديك القوام ديالو من بعد اللي قمنا به الخلط، حتشوفوا دوكا الرائحه واش نقول لكم، اللي راهي تريح ما شاء الله. ونأكد لكم اللي حد تحبوه كي نتوما كي ولادكم بإذن الله. صحة والعافية، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتديروا لي لايك وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد، ونستنى تعليقاتكم على الوصفات اللي حنطلبوها لي ان شاء الله. السلام عليكم.